İzzet Yıldırım. İzzet ceza alanı sokuldu. İzzet'ten orta hazırlığı. İzzet kaldırdı. Abdülaziz'i geçiyor. Banahene'ye gelmiyor. Ve bir kontratak şansı Perovic. Bahattin Köse'ye ama top oyun alanı dışında. Bolu Spor'da sol kanata bir boşluk var oraya doğru. Etkili giriyor Şanlıurfa Spor. Orta hazırlığı yerden Banahane sıyrıldı. Gol pozisyonu vurdu ve gol oldu. Banahane attı. Şanlıurfa Spor deplasmanda 1-0 önde. Yavaş kaldı. Kaptırdı topu. Şimdi Hüseyin Kana. Banahane'ye doğru. Banahane çekti topu. Vurdu yerden golü attı Banahane. Bekir'in büyük hatası. Banahane golü buluyor. 1-1'lik eşitlik dakika 36. Kaybediyor Hüseyin. Banahane'nin koşusu var. Banahane koştu. Kaleci çıktı. Banahane. Kale boş. Banahane ve topağalarda. Şanlıurfa Spor'un golü. Emanuel Banahane. Double Magd. Muşa. القادم من فريق مصر المقاصة أمام إبراهيم حسن دخول منطقة الجزاء متابعة بناهيني وبناهيني يتقدم بهدف أول لمصلحة فريق الإسماعيلي لعب واحدة طولية على طول وعايز ياخد تاني تورك جبريل تورك جبريل وبرافو اتصد لسه خطر بناهيني جول بناهيني بجول وهدف مبكر الدقيقة الرابعة بيجي نادي الزمالك والهداف التاريخي لنادي الزمالك في بطولة الدوري وأيضا في بطولة أفريقيا أدي إبراهيم مانويل بناهيني وجول 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 أمير فرج بداية هجمة رجله جامدة هل ممكن واحدة بقى قطيفة لكن ضعيفة بناهيني 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 بادي اللاعب الغاني ليس بأقدام اللاعب أحمد سمير فرج جوه منطقة الجزاء ترجع الكرة مرة أخرى تاني خطيرة جدا والعودة الإسماعيلي يعود إيه المباراة دي إيه المباراة دي الإنتاج الحربي وسموحه كان اتاجل لقاء انبي والاتحاد ابراهيم حسن اتحطت للبناهيني كان طالع الجول كان ممكن هدف تاني هدف تاني للنادي الاسماعيلي بناهيني يلعب نازل مروان بيقع على الارض حكم ما اداش اي حاجه وقال كمل والعب بناهيني ممكن يعمل انفراد خطير شرير جول 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 الهدف التاني للنادي الاسماعيلي عكسيه جميله جميله لبهاء الخطير بهاء عرضيه ارضيه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد الله عليك الله عليك يا ولد بناهيني لسه عند بهاء مجدي شيكابالا جوه منطقه الجزاء شيكابالا عرضيه حلوه ضربه الراس خطيره جول 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 بناهيني 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 واحد للنادي الاسماعيلي جبرين سالم مستلم جبرين جبرين يا ولد يا ولد ممكن بناهيني جول 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 ايمانويل بناهيني ورايح بيقول له انت يا جبرين يا سلام اماكن بياخد مساحه ادي شوفوا شيكابالا حطها بيه على طول هو والجول حطها له بيه هو والجول يا عليك يا لعيب يا لعيب يا لعيب بناهيني رايح دوري الممتاز اللي بقول لحضراتكم ابتدت تسخن بشكل كبير جدا في اللحظات الاخيره وادي هجمه ممكن هجمه التعادل جول ايمن عبد الرحمن حسان جانب الايمن عبد الرحمن عدى بمهاره ممكن هنا العرضيه تحمل خطوره وادي العرضيه جوه جول جوه جول الهدف الثاني دقيقتين هل يعملوها برازيل مصر الدراويش النادي الاسماعيلي وقبل الدخول لغرفه الملابس يتعدلوا ويصححوا من الاوضاع ده صححوا ده صححوا وعدلوا واثنين اثنين والله حلوه هتشوف نجيب هجمه اسماعيليه منظمه في اتجاه ابراهيم حسن واحده ثانيه ايمانويل يروح هوبا جوه الجول هدف اسماعيلاوي هدف اسماعيلاوي ايمانويل اتحرك شكري نجيب وياخد شكري وفايد شكري يعلي شكري مش تسلل هوبا جوه الجول جوه الجول هدف الثاني لايمانويل و دن لما تقول اسامه خليل اول لاعب احترف النجم الكبير طبعا مع علا بوجريشه مع السيد عبد الرازق السيد بازوكا مع اللاعب مع اللاعبين الكبار ما فيش كلام Banahane topu alma çabasında Banahane topu aldı Senke'ye gönderdi Senke tekrar ceza sahasına Banahane gol pozisyonu Banahane'ye atıyor 18. dakika Banahane topu ağlara gönderiyor Kaleci Fevzi şimdi Zenke savaşın üstüne doğru gidiyor. Zenke sıyrıldı girdi ceza sahasına. Şimdi Banahane top ağlarda. Kontra ataktan golü buluyor Banahane ile Şanlıurfa Spor. Durum 3-1. Asman'da Mersin İdman Yurdu 2-1. Öne geçti bu arada. Banahane ceza sahasında. Banahane çevirebilecek mi? Vuruyor top ağlarda. Banahane. Banahane takımının Josef ceza sahasına gidiyor. Pasını verdi şimdi. Tekrar bir pas. Banahane. Gol pozisyonu ve top ağlarda.
Çok organize geldi Şanlıurfa Spor ve durum 2-0. Murat sağ kanada döndü. İsmail düzeltti topu. Baktı ceza alanına. Orta Banahene ve topu alır gitti gol. Banahene attı. Şanlıurfa Spor 50. Atiyenven bıraktı Abdülaziz'e. Abdülaziz içeriye gönderiyor. Gol tehlikesi var. Gol şansı var. Kaleci Vukovic, Banahane ve daha sonra Vukovic. Mücadelenin en önemli yerleşti Hüseyin Kala. İleriye yükseltti. Kafa vuruşu geldi. Andrei Mark indirdi Mertcan'a. Şimdi bir vuruş dönerek o noktada Banahene'den top kalecide. Abdülaziz koşu yaptı. Abdülaziz'e doğru kafa sekti bir anda. Banahene vuruyor ama Mihailov kornere gönderdi. Savunmada büyük hatalar yapmaya başladı Mersin Banyurdu. Kaybediyor Hüseyin. Banahene'nin koşusu var. Banahene koştu. Kaleci çıktı. Banahene kale boş. Banahene ve topu alarda. Şanlıurfa Spor'un golü. Emanuel Banahene. Afzal. ما تتمرر وتبقى تسلل ناحية اليمين الانطلاقة من بناهيني عايز يعدي فات وصوب يا ولد يا أحمد يا فات أحمد حمدي يعني على مرة كده على مرتين أحمد حمدي أمير فرج بداية هجمة رجله جامدة هل ممكن واحدة بقى قطيفة لكن ضعيفة بناهيني 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 فات اللاعب الغاني ليس بأقدام اللاعب أحمد سمير فرج حسن شوف باص حلو في نص الملعب بناهيني خدها لنفسه واحد ضد واحد كان ممكن يعدي عدى كمل عنده فرصة كان يكمل مرة تانية تسديدة حلوة حلوة من بناهيني في إصابة ممكن يلعبوا ناقصين كمان تسع لعيب مرة تانية إبراهيم حسن هوبا لسه بناهيني مش ممكن يا راجل حطيتها في الزاوية اللي فيها اتنين تلات لعيبة والحارس هنا محمود وحيد قرب بناهيني هيسند لنفسه ممكن يسدد ممكن يسدد يا ولد عملها لنفسه حلوة 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 بناهيني رقصنا كلنا ورقص خط الظهر مرة تانية مروان تمريرة حلوة مروان يا ولد لو لمسها بلبس بس في وش رجلي اليمين عملت حلوة طارق جبري بيناديله سمير لازم يلعبها له يلعب لأحمد سمير عرضية مروان بكعبه بعد ما راحت الزاوية خطيرة خطيرة إنما يطلع الدفاع هجمة في منتهى الجمال مروان مقرب من ال 18 يلعبها حلوة يا ولد يا لعيب شيكابالا أول مرة يفكه ممكن العرضية جامدة الناحية التانية حلوة خطيرة خطيرة يا سلام على الهجمة وحلاوتها حلوة اللي فاتت دي من شيكابالا نقاط عشان يمشوا لقدام شوية نسيب الأرقام والحكايات ونرجع للدقائق المهمة يخرج من المرمى فوزي إنما يمسكها بعد ما إيمانويل بناهيني لحق الكرة ومحمد فوزي البدايات دايما في التهديف لصالح مين لصالح الاتحاد ادي ملعوبة الثالث ولا ايه الثالث ولا ايه محمود سيد ينقذ هدف ثالث محقق اكيد بنسبة 99 فاصل في كرة القدم تحضير لنادي الاسماعيلي استلام من ايمانويل بناهيني داخل منطقة الجزاء وتسديدة حلوة يا شناوي يا سلام يا شناوي رائع يا شناوي واللمسة الاحلى ايمن عبد الرحمن حسان جانب الايمن عبد الرحمن عدى بمهارة ممكن هنا العرضية تحمل خطورة وادي العرضية جوه جول جوه جول الهدف الثاني واحدة طويلة عصام قطعت الكرة من كنس ده ايمانويل تصويب اي كلام من ايمانويل بناهيتي سهلة جدا في متناول عصام ثابت حلوة شكري نجيب هجمة معلولية منظمة في اتجاه ابراهيم حسن واحدة تانية ايمانويل يروح هوبا جوه الجول هدف اسماعيلاوي هدف اسماعيلاوي ايمانويل شباب يتفوق هنا على الخبرة ويتفوق مرة تانية ويتحط في مساحة لكن في فاول انت تاخد الفرصة ممكن الهدف ممكن هدف لكن الشناوي يا راجل في اسهل من كده ده انفراد تام وكورة كده لما تقول أسامة خليل أول لاعب احترف النجم الكبير طبعا مع علي بوجريشة مع السيد عبد العزيز السيد بازوكا مع اللاعبين الكبار ما فيش كلام تقدم منقولة الكويكبي يحاول يلعب تصويبة من بعيد هذه سهلة ضعيفة حتى التصويبات هذا إيمانويل Banahene topu alma çabasında. Banahene topu aldı. Senke'ye gönderdi. Senke tekrar ceza sahasına. Banahene gol pozisyonu. Banahene atıyor. 18. dakika. Banahene topu alara gönderiyor. Derin pas Banahene'nin önüne. Banahene ceza sahasında çapraza çekti. Vurdu. Ziya çeldi. Top çizgiyi geçiyor.
Yine az adamla yakalandı Bucaspor savunması. Bu sefer offside bayrağı kalkmadı. Banahane gole gidiyor. Banahane vuruşu kaleci yattı ve kontrol etti. Dördüncü gole çok yak. Beşinci golü arıyor konuk takım. Volkan bomboş. Şimdi Volkan boşta kalan top. Gol pozisyonu ve top ağlara gitmedi. Korner. Baskı devam ediyor Boluspor'da. Sol kanata bir boşluk var oraya doğru. Etkili giriyor Şanlıurfaspor. Orta hasırlı yerden Barahane sıyrıldı. Gol pozisyonu vurdu ve gol oldu. Barahane attı. Şanlıurfaspor deplasman. Özgür. Cemil bırakmadı. Guido Kocere. Tekrar Özgür. Elle müdahale. Özgür'den elle müdahale. Serbest vuruş konuk takımın. İki rakibin arasından sıyrıldı, yerde kaldı. Barahane. Bir faul daha. Evet, şimdi Abdülaziz olmaz. Abdülaziz sol kanattan yine ortaladı. Top Fevzi Özkan'a açtı. Arış'ın hazırladığı pozisyon. Penaltı kararı ve ardından gelen gol. Altın Ordu farkı ikiye çıkardı. Barahane. Barahane'nin ortası. Sinan karşılıyor. Saniyeler işlemeye başladı. Banahane. İki rakibi arkasında Banahane. Top hala oyunda. Zorluyor Banahane. Ortayı yaptı. Gol pozisyonu, dışarı gitti top. Mustafa Banahane'ye doğru. Önünü alırsa büyük tehlike. Banahane şimdi sekti Hüseyin'den. Banahane Asgar yanında. Banahane iyi sakladı. Banahane şu şansı arıyor, Abdülkadir vurdurmadı. Hakkı geliyor. Banahane'nin önünde kaldı. Banahane İzzet bindirmeyi yaptı. Banahane. Banahane şut açısı arıyor. Banahane şimdi vurdu. Avuta gidiyor top. Ezel hedef duna mukabel. Erik Traore. Ahmet Davuda. Hişam Muhammed. Ve elab kura beyniye. Fi ittiqa Ahmet Abdülzahir. Lekin maktua murtadda. Emanuel Berahini. Biyetakadnam. Sahib el hedef el vahit. Nahit el ganib el aysar. Baulin Boavi. Ertaddat li Muhammed Fethi. Marrar li Berahini. Şufu Berahini yestelim. Biyagad Mahmud Wahid. Amil el rikaba. ومتواجد معي مرة تانية أبو المجد بوشة يلعبها لبناهيني. بناهيني إيمانويل بناهيني هل لو دخل لمنطقة الجزاء ممكن يعمل شيء. عدى من واحد يمر بالتاني. حضر لزميله طارق جبريل. استوصل لا جيب لا بناهيني. بناهيني يرجع لورا لجبرين. استلام استلام من جبرين. أحمد إسماعيل يلعب أحمد إسماعيل الاستلام هنا مرة تانية ناحية اليمين إلى إيمانويل براهيني. تقطعت الكرة توصل لهشام عبد الحميد لمصطفى كرة لعبت مرة تانية في الأمام. شكري نجيب إيمانويل براهيني يطلع معاه في الجانب الأيمن محمد أبو المجد. شريف حازم يلعبها لطارق جبرين. عدى لعبها البناهيني وفي أي ضربة جزاء. ضربة جزاء للإسماعيلي. قريبة نسبيا من مرمى الفريقين من نصيب عمرو السلية. يسدد برجله اليمين وتمر بجوار القائم. بناهيني المختفي خطأ عليه. خطأ لي خطأ لصالحه. الجولة الأخيرة بين النادي الإسماعيلي ونادي أطول. إيمانويل بناهيني مع اثنين عاوز يعدي ويفوت ويمر. وخطأ على زيزو لصالح الغاني إيمانويل بن أمير فرج. بداية هجمة رجله جامدة. هل ممكن واحدة بقى قطيفة؟ لكن ضعيفة. بناهيني 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 ثاني اللاعب الغاني ليس بأقدام اللاعب أحمد سمير فرج. كبيرة جدا يقدروا يستغلوا أي فرصة تيجي للنادي الإسماعيلي. حسن شيب باس حلو في نص الملعب. بناهيني خدها لنفسه. واحد ضد واحد كان ممكن يعدي. عدى كمل عنده فرصة كان يكمل مرة ثانية. الجميلة والمثيرة واللي لا ينقصها فقط إلا النقل التلفزيوني الجيد. ودي حاجة زي ما قلت خارج عن إرادتنا وما زلنا نناشد ونط في هذه اللحظات في هذه المباراة. لا جديد في المباراتين. الأهداف المبكرة كانت هي السمة الرئيسية. إن كريم لبناهيني لازم حد يقرب له. بناهيني يمر بمهارة من صبري رحيل يلعبها عالية جوه منطقة الجزاء ومرة تانية الرأسية لكن سهل.
Baskı devam ediyor Boluspor'da. Sol kanata bir boşluk var oraya doğru. Etkili giriyor Şanlıurfaspor. Orta sahalığı yerden Barahane sıyrıldı. Gol pozisyonu. Vurdu ve gol oldu. Barahane attı. Şanlıurfa kaptan İzzet oldu. İzzet topla birlikte hareket halinde. Barahane içeride. İzzet de top hala. Barahane'ye doğru. Barahane ceza alanı içinde açıyı kaybetti. Ve son anda Boluspor savunma... Abdülaziz yine ceza alanına girdi. Orta geldi. Kaleci Vukovic yükseliyor. İyi sıçradı ve top. Ve Şanlıurfa Spor takımı şimdi sol kanattan hızlı geliyor. Atiyenven bıraktı Abdülaziz'e. Abdülaziz. Abdülaziz içeriye gönderiyor. Gol tehlikesi var. Gol şansı var. Kaleci Vukovic, Banahane ve daha sonra Vukovic. Döndü Fevzi'ye. Caner Calhoun sol kanatta pas beklemişti. Ona gelmedi. Şimdi gol şansı var. Banahane. Banahane önünü alamıyor. Savunma geldi, uzaklaştır. Atiyenven vücut çalımıyla rakibinden kurtardı. Atiyenven Banahane'ye doğru. Banahane. Banahane. Banahane vuruyor. Kaleci çıkarıyor. Spor takımı bu kez. Banahane. Mertcan. Ceza alanına hareketlenen isimler. Şimdi orta şansı olur mu? Kaleye baktı. Bir şut daha geldi Banahane. İkinci şut şansı Abdülaziz. Penaltı beklentileri var. Dönen top. Top direkten dışarı. Şimdi kaybetti Hüseyin Kala. Süratli Hüseyin. Abdülaziz var önünde. Hüseyin. Hüseyin. Şimdi aradan gönderdi. Banahane. Banahane. Banahane vuruyor top dışarı. İnanılmaz pozisyon. Mertcan. Banahane. Sağ tarafa doğru Hüseyin. Hüseyin Kala. Hüseyin orta. Banahane'ye doğru göz kontrol. İkinci hamleyi yapıyor. Banahane yerde. Oyun devam ediyor. Serbest vuruş kullanıldı. Atiyenmen. Batuhan Artas'tan Şanlıurfa Spor geliyor. Ara pası ceza sahasına doğru. Şimdi Banahane son çizgi. Çevirmeyi başardı. Top üst sahalarda kaldı. Sol tarafta Şaban. 83. dakikaya girdik sevgili seyirciler. Bu arada Banahane ceza sahasına çaprazdan vuruyor. Dışarı gitti top. Bekir. Bekir yavaş kaldı, kaptırdı topu. Şimdi Hüseyin Kala. Banahane'ye doğru. Banahane çekti topu. Vurdu yerden, golü attı Banahane. Bekir'in Güven indirdi. Bekir şimdi Hakan, tekrar Güven. Bir pas atasıyla Güven'den savunmanın arkasına. Banahane ama offside. Savunma tam. Tomic. Kontrol Hüseyin'den. Banahane topuna çarpıyor. Şanlıurfa Spor hata devam ediyor. Rami Sabri. Akhiren izbota Ejiptur. Lakin iddigat ala Ejiptur min İbrahim Hasan. İbrahim Hasan. İbrahim Hasan. İlaba beyniye ya velet Banahini. Bte'mil ee ya Banahini? Bte'mil ee ya Banahini? Banahini ke'in reglu limin miş mevcuda fi hisabatu. هو فكر يلعب بس بالقدم اليسرى وما فكرش لا يسوب ولا حتى يسند الكره. يطلع الكره الى ضربه ركنيه. عبد المنصف خبره ما فيش كلام. عرضيه ايه 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 مش ممكن مش ممكن الكره دي الكره دي خرجت. الاسماعيلي عايز يتفادى الهزيمه الرابعه وامبي نحو الفوز الرابع. ادي بناهيني 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 فيها تسلل ولا ايه؟ فيها تسلل. لما لعب كرات الراس الراسيه الصعيدي خرجت على يسار الحارس محمد عبد المنصف كانت سهله. ادي البينيه من عمر الوحش لمانويل بناهيني لكن التسلل موجود على طول من الحكم. مايلي محمد ابو المجد بوشا القادم من فريق مصر مقاصة أمامي إبراهيم حسن. دخول منطقة الجزاء متابعة بناهيني وبناهيني يتقدم بهدف أول لمصر. تسديد ارتدت مرة ثانية ولكن يطلع ومن على حدود منطقة الجزاء دفاع الإسماعيلي. هجمة مرتدة سريعة إبراهيم حسن في اليمين بناهيني 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 داخل منطقة الجزاء يراوغ عاصم. عرضية ممكن تحتاج لمتابعة. كرة ملعوبة لكن خطيرة ضاعت خطرتها ارتدت من جديد. محمد فتحي التمريره بناهيني لو استلم الشوط لكن وضعيه تسلل على لاعب ايمانويل.